اليوم جيت سلمت إلى رئاسة محكمة الاستئناف للعلم طبعاً، لأنه الكتاب موجه إلى إدارة مجلس محافظة البصرة. الكتاب يوجه، يعني القانون أعطى صلاحية أو أعطى الجلسة الأولى تكون بدعوة من المحافظ بعد المصادقة على أسماء الأخوات والأخوة الفائزين خلال 15 يوم. حددنا أنه موعد الجلسة الأولى سيكون يوم الثلاثاء القادم في مبنى حكومة البصرة المحلية، إن شاء الله تقريبا بحدود الساعة الثالثة عصرا، من أجل عقد الجلسة الأولى التي ستعقد بأكبر، يعني برئاسة أكبر الأعضاء سنا، هو الأخ عماد المطوري. هذا الموعد غير قابل للتأجيل لسيادة المحافظ؟ يعني هو بالنتيجة المحافظ واجب أن يحدد الجلسة، هسه أنه يؤجل ما يؤجل مو صلاحيتي يعني بعد. هذا يعتمد على مجلس المحافظة، بعد أداء اليمين سيكونون أعضاء مجلس المحافظة، هسه هم أكبر الأعضاء سنا، عنده بالقانون صلاحية يأجل الجلسة أو ما يأجلها صلاحية. أنا مهمتي أن دعيت إلى الجلسة الأولى يوم الثلاثاء في حال عدم اكتمال نصاب مثل الكلام. بالتأكيد عدم اكتمال نصاب يعني ماكو جلسة. شكرا لك.